ده بقى اللي انا جايه له. ده الرغيف بقى، بص بينزل بالرغيف في قلب الليه دي كلها. فلسه في الاول بنقول يا هادي والريحه خطيره، امال لما نعمل الباقي بقى. ايه رايك يا استاذ اشرف؟ هسيب الشغلانه وافتح طاسة كبده شبه كده. في البرنامج ده جربنا معاكم اكلات كبده عند ناس مختلفه، وكل واحد كان ليه طريقه مختلفه. الموضوع هنا بقى عند ابو كريم في ميدان الجامع مختلف تماما. تعالوا نشوف بقى الضجه اللي معموله عليه تستاهل ولا لا. واهلا بيكم في حلقه جديده من تكيه رحمه. كريم، ايه باشا؟ عايزين نعرف بقى سر الطاسه اللي قلب الدنيا كلها على السوشيال ميديا. الطاسه دي فيها ايه وبتتعمل ازاي؟ يا باشا هنينا خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول يعني كله كبده وسجق وكلاوي وقلب ومخاصي، بس اللي موجود دلوقتي كبده وكلاوي. كل ده في طاسه واحده؟ كله بيتم، كل حاجه لوحدها؟ كله بيتم مع بعض طازه، يعني طازه على طول. تمام، ما بركنش حاجه، بعملها طازه بطازه. وكله زي ما انت شايفه كده هيبقى كبده وسجق وكلاوي بالليه. اول حاجه هننزل بيها اللي هي الاول. حاجه كلها بلدي طبعا، كله بلدي، وانا اللي يوم بعمل يوم. كل حاجه كل انت اللي عامل السجق بنفسك؟ كل حاجه احنا اللي بنعملها. حتى الكفته لما بتخلص ما بجيبهاش جاهزه، بطفي الفحم عشان ايه برضو يبقى كله طازه طازه. تمام، انت بقى لك قد ايه في الشغلانه دي؟ احنا يعني انا تالت جيل، يعني ابا عن جدي هنا ما شاء الله. يعني الحمد لله والدي وجدي طول عمرهم هنا، مثلا من 54 ما شاء الله، واحنا هنا في مكاننا. وانت بقى اتعلمت سر المهنه منهم؟ اتعلمت من والدي الشغل، والحمد لله بقى يعني كل ما الواحد يتقن في شغله ربنا بيجازيه خير. الناس حست بتغيير في فرق الاجيال ده ولا هو نفس الاكل السر واحد؟ هو يعني السر واحد، بس احنا برضو يعني انا بطور في شغل والدي برضو بالطعم بالاكل، برضه يطلع باحسن جوده. نفس المنتج هو بغير؟ هو لا هو زي ما هو، زي ما احنا شغالين. وحضرتك برضه هتشوفي. يلا بينا بقى نسوي. بسم الله. الاسعار ايه بقى؟ الكيلو انا برضه يعني ايه بشتغل برضه بحيث ان يبقى متناول الجميع. اقلب ولا حاجه؟ ماشي، يبقى متناول الجميع برضه، يبقى ايه اللي معاه ياكل، اللي معاهوش ياكل برضه، يبقى كله يعني مطرد. الطلب بيبدأ من كام مثلا؟ الربع 110. لا سعر مناسب يعني. بس خلي بالك دي اللي هي سايحة، بحط نسبة بسيطة بحيث ان ايه تساعد معايا اللي هي. لسه في الأول بنقول يا هادي والريحة خطيرة، أمال لما نعمل الباقي بقى؟ أنا لسه فاتح ويعني الحمد لله. لا الريحة طالعة جامدة من دلوقتي، أمال لما نحط بقى الحاجة. اتعلمت ايه بقى من المهنة دي؟ اتعلمت الصبر أول حاجة، وكل حاجة حلوة إن أنا أتعامل مع الزبون بكل ما هو، يعني غني فقير معايا كله زي بعض. كله زي بعضه. طب لو جالك حد وقال لك مش معايا فلوس؟ لا ياكل. جعان ياكل؟ تقول له حاجة؟ لا يعني كله ياكل الحمد لله. ربنا يجازيك كل خير. الحمد لله. ريحة اللية مع السجق مخلية الموضوع في حتة تانية خالص. احنا هنا من زمن الزمن، يعني اسالي اي حد على في حد غيركم بيعمل نفس الاكله ديت ولا لا؟ احنا بس الحمد لله اول ناس. يعني في ناس كثيره بلاقيها ان هي بقى ايه تاخد الفكره او التصوير وتعمل، فالله يسهل لكل واحد. هو كلكم ورغيف العيش اللي نازل في الليه ده هنشوفه مع بعض دلوقتي. يعني مثلا معظم اللي بيعملوا كبده بره ما بيحطوش بصل، الحاجات دي اكتر شطه وتوم وخلاص يعني. لا 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 ده الشغل بقى حاجه ثانيه، انا ده طبيعي في الشغل من زمن على هذا الوضع يعني. حتى في ايام ابويا وجدي نفس الوضع كده. انا عن نفسي لما بعملها في البيت بحب بصل، البصل بيخلي الكبده والسجق والحاجات دي في حته ثانيه بجد. ننزل بقى بالكلاوي كده. الله الله الله. خلي بالك بيجي لنا يعني من زمن الزمن بيجي لنا لعيبه كوره وممثلين ان شاء الله من قبل حتى يعني السوشيال ميديا، فالحمد لله احنا معروفين. ده ايه توم؟ ده توم بتتبيله بقى كده. انا ممكن اعبي طلب اعمل اي حاجه ثانيه.
بس بقى احنا بننزل كده بالكبده والبصل. الكبده والبصل بينزلوا مع بعض. دي يعني انت عامل خلطه مخصوص ليك. خلي بالك انا ما بشتغلش يعني ايه بتوابل تضيع الطعم بتاع الاكل. كتر التوابل الكتير برده مش حلو في الاكل. ده بقى اللي انا جايه له، ده الرغيف بقى. بص بينزل بالرغيف في قلب الليه دي كلها، ده هريس بالليه بكل. خطير خطير خطير. الناس بتحب، الزباين بتحب الرغيف كده. انا في ناس بتزعل يعني، بتزعل مني ان انا مثلا ايه عايز 3 4 5 رغيفه بالطريقه دي. فانا الفكره ان هي بتشرب الميه بتاعت الليه. ايوه بيطلع كده. يعني بص شرب واتحمص في نفس الوقت، تحسه فيه قماشة كده. شكل وريحة وكل حاجة. ما قلت بقى دوق واقول لكم الطعم ايه، بس باين عليه برضه. الطلب بقى بينزل مع الطبق دوت ومعاه عيش وسلطات كله ب 110 بس. طريقة الكفتة بتاعتك ايه؟ والله وانا يعني انا شايفاها لحمه صافي، لما تضاف ليها حاجه ولا اي حاجه. لحمه وبوش بس، يعني البوش اللي هو الوش بتاع اللحمه. يعني بصوا شكلها لما تضاف لها، في ناس تلاقيهم بيضيفوا فلفل وطماطم لا وبهارات. لا هي شكلها لحمه صافي يعني. زي ما انت شايفه كده اللحمه صافي. ضم شوف بقى العيش اللي متغرق في الليه دوت في البهاريز بتاعت الكبده. تحفه تحفه بجد. مش عايز مكملات. خطير السجق، خطير والله بجد. نجرب بقى الحواوشي اللي معمول على الفحم. الحواوشي اللي على الفحم ده بيبقى جامد يعني. ناخد كده بالطحينه دي. نجرب بقى الكفته، يعني الحواوشي لحمه بلدي خطير خطير خطير. ناخد كفته كده بعدين ننزل بقى بالطحينه اللي شكلها جامده دي. خطيره خطيره، كفته لحمه بلدي طعمها حلو جدا. لا بقى بهارات كتير ولا العك ده، تحس طعم اللحمه فيها هي والحواوشي. تسلم ايدك بجد. تجربة الأكل هنا عند أبو كريم في ميدان الجامع خطيرة. المشكل ده يعني في حتة تانية، مختلفة عن أي مكان تاني، محدش يقدر يعمل الطبق ده بجد. الحاجة بلدي طعمها باين إن هي حاجة نظيفة من غير توابل بقى كتير وعك والجو ده. لا الحاجة مخدومة كويس وطعمها حلو. الحواوشي اللي على الفحم خطير جدا، طعم اللحمة باين فيه جدا. الكفتة كذلك، يعني تجربة تستحق ان انتوا تيجوا هنا عند ابو كريم في ميدان الجامع. ولو انتوا عندكم بقى مقترحات لاماكن بتعمل اكل حلو، اكل مختلف، اكل غريب شوية، ستات مكافحة، اكتبوا لنا ده في الكومنتات. اشوفكم على خير من تكية رحمة.